الإنسان الطبيعي عنده 3 ألوان في عينه أساسية، وهي الأخضر والأزرق والأحمر. طيب لو افترضنا مثلا لو حصل كده، تفتكروا ده ايه؟ أخضر وأحمر. تفتكروا ده عنده ايه؟ خلل. كولر بلايند. ايه الكولر بلايند ده؟ عمل أزرق. عمل الألوان ده سببه وراثي، بيحصل بسبب خلل في العين او في الدماغ او في منطقه في المخ اسمها العصب البصري. في حاجه اسمها الديرفينوليا، دي بتصيب الانسان اللي عنده عمى في الاخضر والاحمر او في الاصفر والاورنج. ايه انواع الناس اللي بتعاني من عمى الالوان دي؟ اول نوع اللي هو احادي اللون، احادي اللون اللي هو بيشوف الدنيا ابيض واسود بس. تاني نوع اللي هو المونوكروماتيك، المونوكروماتيك اللي بيشوف اللون الواحد بدرجات الفتحة البهتانة جدا. تالت نوع اللي هو ثنائي اللون، ثنائي اللون ده عنده عمى في الأحمر والأزرق والأصفر. طيب في تصنيف في خلايا عمى الألوان، في خلايا اسمها كونز. ايه الكونز دي؟ كونز خلايا مخروطية. طيب الخلايا المخروطية دي قلنا ان الانسان الطبيعي عنده 3 ألوان اللي هو الاحمر والازرق والاخضر. طيب بتبدأ العين ان هي تمتص الشعاع اللي نازل عليها، فتبدأ تحول الشعاع ده لشحنات كهربية. طيب الشحنات الكهربية دي هتنزل فين؟ هتنزل في المخ اللي هي في منطقة اسمها العصب البصري. تبدأ تتفق معاها ان هي ترجم الالوان اللي احنا عايزين نشوفها. طيب في تشخيص للحاله دي؟ اه في تشخيص، مش ان حد يجي يقول لك المكان دول، لا مش كده خالص. في تشخيص اسمه اشهار، حد يعرف ده كام؟ كام دول؟ 74 74 هما للاسف لحد دلوقتي لسه ما اكتشفولوش علاج غير بالنظارات والعدسات، بحيث ان الانسان الطبيعي يقدر يشوف، او الانسان اللي عنده عمى الوان يقدر يشوف الدنيا بطريقه طبيعيه. عرفتوا الفرق ما بين واحد جاي يقول لكم دول كام ودول كام؟